شفت امي؟ شفت امك كمان؟ اه الحمد لله. انا اكتب حصانك على الحجاج. ان شاء الله السنه الجايه بشوف امي. ومن فندق انجم حيث يقطن الليبيين. هذا الليبي اللي كسر الدنيا ونعم من ربيت يا امي. يا رجل ايش الانهيار بالبكاء هذا؟ والله ما بعرف. طب عرفني من نفسك اول شيء. نايف بغرام. وهذه ستي الوالده. ماجد بغرام. انعم واكرم. الحمد لله جبت امي وان شاء الله السنه الجايه بجيب ابويا. ان شاء الله. هيا ابشرك انت ضيفنا انت ووالدك السنه الجايه في مكه. والله يحييكم. احد الطيبين اصر علي وقال لي ابلغك شخصيا تكلم ابوك يجهز وتكونوا ضيوفنا في مكه السنه الجايه. باذن الله باذن الله بارك الله. ممكن تتصل فيه؟ اتصل فيه على طول على طول. اهلا وسهلا بك وبيه. في بيقول لك حاجه هو بيقول لك حاجه. حبك جدا قاعد يقول ان شاء الله اجيب ابويا. الحمد لله. هيا ببشرك بشاره يا حجي. السنه القادمه انت ضيفنا انت وابنك ان شاء الله تعالى. والله يحييكم. احدهم تكفل بزيارتكم ان شاء الله للحج مجانا باذن الله. انت ليش حريص انه ابوك وامك يكونوا معك؟ يعني شو نقول لك، هذا خلاص يعني هم كبرونا واضل يعني واحد لك انك باش ترد لهم الكفايه بتاعهم انك شنو تحججهم فقط لا غير. فهمت علي؟ واه والله يعني اقل حاجه ربي يحفظ لي اولادي. ما نبيش في الدنيا من الدنيا حاجه غير ربي يحفظ لي اولادي.